كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. إلهام غريبات، عندي بنت مريضة مالك غريبات، مرض سرطان جلد. مالك غريبات كانت مريضة من الصغر، ملي كانت باقا صغيرة دايرة عام ونسكك هي مريضة ليا بهاد الحبوب. كان تيجي حبوب رقيق، كان تيجي في لحمها وفي رجليها، تيسلها بالماء وتيسل بالقيح بعض المرات، ولكن ما عرفتش انا هاد الحبوب ديالهاش. كان تيجي رقيق تنسحبوها ديال الصهد او ديال شي حاجة. واحد نهار هزينا مشينا ديناها للطبيب الحومه، ديتها ركبتها وديتها للطبيب الحومه، دوز ليها، عطاوني السيروات، عطاوني بوماده كندهن ليها. ما كنجيب السيروات كنخلطها نعطيهم لا تشربهم، ما كيطرا ما كيبرها لا والو، تيسالو السيروات فاني كيرجع داكشي كيما كان. بقات هكاك مطوره الحبوب الحبوب الحبوب، شويه فاني ولي جهه الزرقيط، جهه الزرقيط ما عرفتش الزرقيط منهاش، تنسحبو انايا من سخانه ولا من شي حاجه ولا الطفله صغيره ما عرفتش انا شنو هو. هو من هذاك الشمس اللي كتخرج البنت كنديها ونجيبها في الشمس راكبه عليا في ظهري. الشمس دارتها بزاف، زادت على داك المرض ديالها وانا ما عرفتش داك المرض شنو هو. الساعه هو بداها من عام ونص، هذيك الساعه تكون عندها 5 سنين ولا اقل، هكاك شويه تكون شي 5 سنين ولا اقل باش بديها. دابا لا 6 سنين انا باش ماديها للطبيب، ولكن فباش بداها تكون عندها شي 5 سنين. بقى عيني بقى صغيره ما عارفه والو. بديتها للطبيب، ديناها للطبيب الجلد قنيطره، دوزنا ليها قال لك هذا عندكم في العائله ولا وراثي ولا شي حاجه. ما قلنا لي احنا ما عندنا زعما حتى شي واحد هكا في العائله، ما هو وراثي ما هو والو، ما عندناش حنا لا في جدودنا لا في حاجه. بقينا صافي، عطانا بوماده تندهنوها لا بالليل وندهنوها لا وحده بالنهار، ما طرات هذيك البوماده ما قدا ليها والو، بقات هكاك البنت كيما كانت. عاودنا فاني ديناها كندوزو ليها، ما يعني ما كاين حتى شي نتيجه اللي عاد تقولي البنت راه ولات شويه ولا يعني الحاله ديالها عاد كتزيد. ما حد البنت كتخرج في الشمس وهي عاد كتزيد، هذاك الشيء كيزيد عليها. واحد النهار يخرج لها حبوبه في عينيها فوق الشفار، خرجت راه هبطت لها لهنا قيحت وكلشي. نضنا فاني ديناها للطبيب الحومه، النيد ديالها الطبيبه ديالها تعرفت بها يعني عرفتها. ديناها للطبيب الحومه كتبت لينا ورقه نيشان السبيطار الغابه قنيطره، دينا السبيطار الغابه قال لك ما نشدوهاش، ما نقدوش نحطوا في يدينا هذه عاد شي اورجونس السويسي نيشان، هذه عاد الحق تحيد هذا الشيء اللي في عينها. الطبيبه داكشي اللي دارت كتبت لينا ورقه، جينا للسويسي، جينا هنا بتنا عند مي الصباح مشينا للسويسي، عطاوها فاني موعد ديال دير التحاليل وداكشي باش تحيد هذيك الحبوبه اللي في العين. درنا لها التحاليل وداكشي ودرنا حيدنا لها الحبوبه اللي في العين، ولينا ديناها فاني للدار. هذاكشي الحبوب بقى غادي وغادي وكيتطور غادي وكيزيد. ربعة الوليدات بمالك، وليدات عاديا ما فيهم حتى حاجه، مالك اللي جا هاد المرض هذا، وهذا المرض هذا واعر شويه، خاصو امكانيه، خاصو بنادم يكون خدام، خاصك تكون عندك الفلوس باش تمشي باش تجي. نوسبور غالي عليا، انا ما نقدرش على نوسبور باش الاب ديالها لا ما يقدرش على المصاريف، تغلب يعني جرى تاعي وتغلب، الاب ديالها تغلب بزاف ما كاينش اللي يعاونو. بوها خا فلاح، مع الفلاحه تيخدم، عندنا الناس تيتفلحوا تما كاين تخدم معاهم، مره يحش الربيع مره ينقي مره يسقي الناس مره، ولا غوتو عليه راه يخدم، ما غوتوش عليه راه جالس في الدار. لا ما عندناش الشمس، ما عندناش زعما الظل تقول بحال هكا هي مدينه مخشيين في الديور راه سد على الشهر جام، راه هذه عروبيه كلشي عريان كلشي عريان. الطواليط ديالها بعيده عليها،
باش انا نقرب عليها ما عرفتش انا ما عديش باش نقرب. تيضرها الضو كيضرها الشرجم تيكون محلول، يعني ديما خاصها يكون ديما الضل، ديما عندها خاصها الضل، يعني تتبعني الكوزينه الشمس وسخونه عده ديال الميكا تتكون اللي تهرب فاني ديال الدار تتقول قنط بغيت نجي حداك وبعيده على هادشي كلشي عده المرح كله عشمش اللي عاد خرج تلعب فيه ولا هذا كله شمش من هالشمش اللي كتزيد ها العين قوالتها هي العين حالتها وهي ما شوف العين كلها يعني ما عندها شي نتيجه باش كتقول راها غدا وكتنقص هاد المرض غادي تنقص الا ما كتشوفش عندها عين ما تتشوفش بها هاد العين ما كتشوفش بها هاد العين كتشوف بها هادي مشيت حيت ما باليتش بها باش ما عديش باش نبالي بها انا هي الحكه ما كتحكش ولكن تتدمر في حياتها تتقول لك علاش انا ما نلعبش علاش انايا ما نخرجش علاش ما نقراش علاش ما نخرجش حتى لمرح ما نخرجش علاش انا بينات ربعه الحيوط علاش مأثره في كل شيء هي بنتي انا باغيه تقرا باغيه تلعب باغيه دير بزاف د الحوايج وهذوك الحوايج ما تنخليهاش ديرهم على حساب الشمس ولكن واخا تنحضيها رغم ذلك الشمس باينه عندي انا يعني الشراجم محلول ما عديش باش نسترها وباش نغطيها باش يعني ما كاينش الامكانيات ما كايناش عندي شي من قريبات وانا ساكنه في العربيه والمرض اللي فيا سميتو مرض سرطان الجلد وانا كنخرج غير بالليل ولا خرجت بالنهار كاينو يزيد فوق النص فيا الحبوب كثر واذا دخلت الدار كنقنط بزاف كنقنط حقا حتى انا كنبغي نخرج نلعب بحال الطفيلات والحل ديالي هو انني نبرا ونمشي نقرا حتى انايا نقوي دوز عليا حتى انايا الطفيلات نمشي نقرا معاهم حقاش حتى انا بغيت نلعب وبغيت ندير بزاف ديال الامور حتى انا بغيت نبرا ولا بغيت نمشي حاشاك المرحاض كيكون بعيد عليا وفاش كنمشي ليه كنمشي في الشمس وفاش كنكون راجعه كنرجع في الشمس حقاش حاشاك المرحاض بعيد عليا بزاف بعيد عليا الا بغيت خرجتي كنخرج في الشمس وكنرجع في الشمس كنتمنى من المغاربه انا هما كيشوفوا حالتي كي دايره عين وحده ما كنشوفش بها وعين كنشوف بها وجهها شايف حالته وكنتمنى من المغاربه انهم يساعدوني الكلمه الاخيره اللي عنواجه المغاربه الله يجازيهم بخير نتمنى منهم يعاونوني ويعاونوا حتى البنيه من عندي ما يعني ما مفرش لذاك الشيء اللي المرض ديالها كنتمنى من قلبي الخالص يعاونوني ويعاونوا لي تمالك وداكشي اللي بغاتو مالك وما درتوش ليا انا بغيتو هما يديروا ليا يعني عنديش الامكانيه باش نديرو انايا الحاله كتشوفوا نتوما على عينيكم كلشي انا ما نكذبش عليكم ولا نقول لكم شي حاجه ديال البنت هي قدامكم بنتكم نتوما كتشوفوا في كلشي كنتمنى منكم تعاونوني الله يرحم لكم الوالدين تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.